سريع تقرير صوتي عن مباراة الزمالك والنجم الساحلي، ونرجع تاني مع الكابتن أحمد عبد الحليم. رغم الخسارة الصادمة والغير متوقعة للزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف أمام النجم الساحلي في ذهاب دور النصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فإن جماهير القلعة البيضاء ما زالت تتمسك بالأمل وتثق في قدرات فريقها والجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا أن يحققوا المستحيل بإحراز أربعة أهداف في مرمى المسلوسي حارس الفريق التونسي. ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي بملعب بتروسبورت في إياب نصف النهائي، وهو يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام من أجل إعادة الثقة للجماهير وتحقيق حلمها بثلاثية بالتأهل لنهائي الكونفدرالية. ويخوض الزمالك لقاء النجم بقائمة اضطرارية بسبب غياب بعض العناصر الأساسية مثل محمد إبراهيم للإصابة، وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومحمد أبو جبل للانضمام للمنتخب العسكري. وتضم قائمة الزمالك 19 لاعبا هم أحمد الشناوي، محمود جنش، محمد عادل جمعة، علي جبر، أحمد ديويدار، محمد كوفي، إسلام جمال، حمادة طلبة، حازم إمام، عمر جابر، طارق حامد، معروف يوسف، مصطفى فتحي، أيمن حفني، وأحمد حمودي، وكهربا، وباسم مرسي، وأحمد حسن مكي، ومحمد سالم. مباراة الزمالك والنجم في أعين البعض شبه مستحيلة، لكن ثقة الجماهير ومجلس إدارة الزمالك في اللاعبين والجهاز الفني جعلتهم متأكدين أن هناك في الإمكان أفضل مما كان بسوسة، والمباراة أصبحت رد اعتبار وتصحيح للأوضاع وإعادة ترتيب الفريق الأبيض مرة أخرى. أبطال الدوري والكأس ردوا تحية الجماهير التي حضرت الميران الأخير قبل مواجهة النجم، ووعدوهم ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم وتحقيق المستحيل لمصالحاتهم سعيا لإضافة كأس جديد لدولاب البطولات. وفيريرا من لاعبيه: الاجتهاد خلال المباراة وتنفيذ تعليماته الفنية وعدم استقبال أي أهداف والتعامل مع اللقاء بأنه نهائي البطولة، ويحتاج الأبيض لأربعة أهداف للفوز، مشددا على ثقته الكاملة في مجموعة اللاعبين الذين توجوا بدرع الدوري بعد غياب ما يزيد عن 10 سنوات، وتحقيق الثنائية بالاحتفاظ بالكأس للمرة الثالثة على التوالي والفوز على الأهلي الغريم التقليدي وكسر عقدته التاريخية، ليبرهن ذلك على أنهم من أفضل الأجيال التي مرت على القلعة البيضاء، وبات فقط أن يحققوا المستحيل. في المقابل يخوض فريق النجم الساحلي لقاء الزمالك بأعصاب هادئة مع محاولات لتضييع الوقت مثلما جرت العادة خلال مواجهات فرق شمال أفريقيا، مع وجود مدرب مخضرم مثل فوزي البنزرتي على رأس القيادة الفنية للفريق. ولكن يبقى السؤال: هل يعود الزمالك من بعيد أمام النجم ويحقق المستحيل؟